كاتب وإعلامي قدير وله إسقاطاته المميزة في المجال السياسي، ولكن يخفيها في بسمة ما أدري وش سر البسمة. معنا اليوم الكاتب أحمد الفهد، يا مرحبا فيك. حياك الله. تحصل إحنا سعيدين بتواجدك، وكل عام وأنت بخير وعساك من عواد إن شاء الله. عساك من عواد إن شاء الله. حياك الله، كل عام بخير. الله يسلمك. معروف إنك كاتب إعلامي كويتي، لكن اليوم زائرنا كونك أمين سر في مجلس إدارة بنك بوبيان. نعم. قبل أن نتكلم وياك نشوف هذا الإعلان الخاص في بنك بوبيان ونرجع نكمل معاكم. الله يعطيك العافية على هالإعلانات الطيبة. يعافيك. وفيها قيمة يعني أكثر مما هي تجارية. فهذا الهدف دائما من يقدمه بنك بوبيان. الحمد لله بنك بوبيان ماخذ له خط مميز في الإعلانات. أن إحنا نشوف قيمة أو يعني شيء إيجابي نحاول نركز عليه ننشره في الإعلان. مثل الإعلان شفناه قبل شوي، هذا الإعلان العام صورناه في لبنان. هدفنا كان نشر التسامح. أننا نتسامح بين الناس. والحمد لله ان الناس تقبلته، مشاهدته وايد عاليه في اليوتيوب، في التلفزيون نفس الشيء. ميزه الاعلان هذا العام لما صار تفجير مسجد الصادق، هذا الاعلان الوحيد اللي استمر بعد التفجير، لانه ينشر نفس قيمه التسامح. ويمكن حتى اذا لاحظتوا القفله مالته قابل الاساءه بالاحسان، تنشر السلام مو بس الاسلام، تنشر السلام بين الناس. هذا كنا نبي احنا. يعني اعلان جدا جميل. يمكن استاذ احمد كان يقول قبل شوي ان انت اكثر من 10 سنوات في بنك بوبيان، لكن المشاهد اليوم اللي قاعد يتابعنا يعرفك كاعلامي وككاتب. ليش خفيت هالشيء؟ كان عميل مزدوج. الحقيقه انا ما كنت ابي اي باك فاير اي على البنك. فطلبت من جماعه في بنك بوبيان، يا جماعه خلوني اعلامي متجرد اقول رايي، لان الناس في بعض الناس ما يتقبلون راي ثاني. وممكن يهاجمك ويهاجم البنك، وانا هذا الشيء ما ابي. ابي لا، ابي تهاجمني هاجمني انا بروحي ما عندي مشكله، لكن لا تدخل معي البنك او اي شيء. وهذه ضريبه العمل الاعلامي، انت تعرفين استاذ عبد الله يعرف ان النقد بشكل لاذع الاعلاميين، فانا حاولت افصل بين شخصيتين. وانت كنت ما شاء الله عندك جرأه بالطرح تخفيها بابتسامه، بس ساعات الابتسامه ما يعني ما تشفع حق الكلام اللي قاعد تقوله. زين هذه. لا كان السؤال يعني مهما كان حاد، اذا غلفته بابتسامه يقبله الضيف. ونفس الشيء النقد مهما كان حاد، اذا غلفته بابتسامه يقبله. بس انا كنت اكثر الوقت اصك حلجي واضحك. فهذا خاص كافي عند الناس، يعني واضح شنو رايه على الاجابه او التعليق. تخلي الناس تاخذ من الضيف. اي خلي الناس هي تاخذه. نعم. وهذا الصح. اعلاميا يعني لا تخلي توجه المشاهد، خلي المشاهد ويحكم. صحيح. انا هذا اللي اخذته، اسال سؤال الضيف، اذا كان هو متمكن الناس راح تستانس عليه، اذا الضيف مو متمكن الناس راح تكشفه. صحيح. لا توجه انت يعني المشاهدين كلهم. فعشان كذا انا كنت ابتسم وخلاص كافي هذه. بس الاستاذ احمد الفهد اكيد كان هو احمد الفهد بالاعلام او في بنك بوبيان. صح. فشلون قدرت تدمج ما بين الاعلام والمحاسبه؟ اول شيء احنا نقول ان الوظيفتين عكس بعض. صح. عكس عكاس. يعني العمل البنكي جيش، دوام التزام من الصبح، ما في احد ياخذ مرضيه، ما في احد ياخذ اجازات وايد. صح. وانجاز شده صراحه، يعني هذا جيش بس بدون سلاح. الاعلام الالتزام فيه اقل، يعني مثل ما عرفنا مع اخوي عبد الله قبل الهواء قبل شوي، انه يمكن ساعتين احنا نية او ثلاث ساعات حق هواء، لكن هالثلاث ساعات تعني ثمان ساعات في الوضع الطبيعي، لان احنا قاعدين ستريس، كاميرات ونحاتي، وممكن حرف او كلمه او يعني جمله نقولها غلط تسوي لنا مصيبه عوده. صح؟ صحيح. فهذه هم شده في العمل الاعلامي. صراحة كان مجهود متعب وايد ان انا اجمع بين بنك دوام من الساعة 7 الى الساعة 4. صح. وبعدين اعلام بالليل، بس الحمد لله توفقت. يعني الحمد لله انا اشوف نفسي زين. ايهم تفضل؟ صعب السؤال. صعب. البنك من صوب والاعلام من صوب. قريب على قلبك يعني. اليوم اتوقع الكتابة. الكتابة هذه مثل ما تقول حب او شغف ودك تمارسه تعبر عن رايك. بس اليوم انا افتخر اني اكون في اسرة بنك بوبيان. يوم بنك بوبيان يعني قاعد يجيب كل شيء جديد يجيبه في الكويت، يكون سباق انه ينشر الاشياء الجديده، برودكت مثلا، اشياء وايد. والله احنا سوينا دراسه قبل مده، اكتشفنا او قرينا دراسه بعد ان الناس تفضل روحه طبيب اسنان على ان يروحون البنك. ايش تقول؟ الله يعني روحه ثقيله، روحه بالضبط كرسي الاسنان يروح يخوف. اي خوف فوق هذا، يفضلون يروحون لما يروحون البنك، لان البنك فيه تواقع وايد، ويمكن يوقعك على شيء ما تدري عنه، ودائما يقولك اخذ وبعدين انت تتدبس بغرب. فالبانكينج ثقيل. احنا الحمد لله طورنا هذا المفهوم،
صار البنك عندنا خفيف وايد. بس حلو لما تحط ايداع حلوه. اي لا لا الامريكي المسج وصل لنا المسج المسج هذا وايد حلو. هاي الصعوبات ان شاء الله مو موجوده في بنك بوبيان اكيد. اذا بنتكلم على الاعلانات طريقه اختيار الاعلان اختيار الكلمات الخاصه بالاعلان شلون ممكن تكون قريبه للمشاهد؟ هذه العمليه يمكن المشاهد يشوفها اليوم عمليه صعبه وايد صعبه بس توصلها بشكل سهل ويحفظ الاعلان. اي والله الحمد لله. اول شيء احنا نقول ان احنا عندنا في اللجنه المصقره نشوف شنو محتاجين نتكلم عنه السنه هذه. يعني مثلا نقول نتكلم عن حسن الظن، محتاجين حسن الظن. العام لما كان موضوع اليمن وكذي كنا محتاجين نطمن الناس نقول لهم لا يبقى في سلام وفي امان لا تحاتون. فنختار المسج الاقرب. بعدين نشتغل عليها نجيب شركه الانتاج ونشتغل نسوي شنو السيناريو؟ يسمونه ستوري بورد. هذا نوع من ستوري بورد. تنرسم مبدئيا للاعلان. تنرسم كل الاعلان يرسم من A to Z يعني كله كامل ها؟ بعدين عاد نختار الكلمات نشوف نطبقها من الملحن من المنشد والحمد لله قاعد يطلع بشكل وايد سلس والناس تقبلها. ما شاء الله تعاونتوا مع الشيخ مشاري. تعاونوا مع الشيخ مشاري اعلانين او لا وايد يمكن اربع اعلانات. بعدين رحنا حق الفنان حمود الخضر اخذنا العام ياهل صوته حلو منشد ما خليتوني انا وعبد الله لا جايين جايين ان شاء الله احنا بنشوف الاعلان شودنا قبلكم نطلع انا والنهام بعدين اخذكم انتم نشوف الاعلان ونكمل وياك استاذ احمد خلينا نشوفه مع بعض مشاهدي في قيمه هني بهالاعلان اعتقد نتكلم عنه لما شفنا ان الناس شويه يعني في جفوه في التعامل فقلنا تراحم يا قلوب يعني احنا نبي الناس تتراحم ما نبي الجفوه والشده وكان في عندنا مشاكل اظن كان هواش بالافنيو وما ادري وين او ما ادري في مشاكل وايد فقلنا نبي نتراحم فهذا الاعلان كلمات والله ما اذكر الشاعر بس صورناه في مسجد الشيخ زايد تصويره من الصبح الى بالليل رطوبه شيء خيالي كان الجو خيالي كنا في الحوش نصور ما كنا ما اسمع في ابو ظبي ابو ظبي فوايد كان حر فوق هذا الحمد لله يعني يوم كامل بس عدى على خير والحمد لله المشاهد حلوه استخدمنا كاميرا جديده فيه كانت اظن اليكسا او شيء كان توها نازل وقتها فالحمد لله التصوير كان حلو ما شاء الله حريص البنك دائما يقدم مميزات يعني خلال من فتره لفتره يقدم للعملاء اشياء مميزه يعني خدمه السفر وخدمه اللي مثلا انت مسافر شلون تقدر تسحب او اذا انت مسافر شلون يوقفون البطاقه اذا ممكن مو مشيكين مع العميل انه هو مسافر ولا مو مسافر ما شاء الله هذه المميزات يعني منفرد فيها بنك بوبيا انا ما ودي اكشف السر بس بقول لكم احنا عندنا قاعدتين القاعدة الأولى قالها يعني أخونا العود عادل الماجد يقول there is no no يعني ما في شيء اسمه لا أي اقتراح هي من عميل ندرسه هذه وايد مهمة الثانية نحط نفسنا مكان العميل يعني اليوم العميل لما يشتكي من شيء هذا يشتكي من الواقع فإحنا لازم نقعد مكانه ونشوف هالشيء يطبق ما يطبق سهل مسهل إذا يطبق هنسويه بالعكس وإحنا كذي كسبنا العملاء وايد عملاء كسبناهم اللي قد تفضلتي فيه لقينا عميل مثلا ضاعت بطاقته وهو مسافر ومسكين توهق بيدفع فلوس شو يسوي فحطينا حلول في الابلكيشن مالنا ممكن يحول لنفسه ويسحبها من وستن يونيون مثلا ممكن يحول حق حساب زوجته مثلا احد معاه عنده بوبيان فصار موضوع انت اليوم لو ضيع بطاقتك شغلك عندك بتليفونك شغلك مسيب ايه وفوق هذا لو تدق علينا وتقول بطاقتي ضاعت وكذا كذا يتواصلون معاك ممكن يطلعونك البطاقه الثانيه ويدزونك اياها بالدي اتش ال او اي بريد سليم هذا عشان ما يتوهق عميل في اشياء وايد نفس النوعيه هذه يعني. في وايد خدمات عندكم موجوده استاذ احمد في بنك بوبيان لكن برجع حق الاعلانات يعني مثل هذه الحملات الاعلانيه اللي قاعد نشوفها خلال هذا الشهر انتم اكيد تفكرون بعد شهر رمضان وطول السنه تكون لكم مثل هذه القيم اللي طرحتوها ايه. شنو خطتكم ان شاء الله اللي... احنا الله يسلمك قبل هالشهر هذا سوينا حمله اسمها خير زائر شو تتكلم عنها احنا يعني لقينا ظاهره سلبيه في المساجد احنا مساجدنا المفروض تعكس الاسلام صحيح لكن نلقى عند المسجد زحمة سيارات مو طبيعية تصك على الناس تزعج اللي مثلا اللي بيوت من المسجد اللي عنده حالة بيروح يعني أسعاف توصل له أو مستعجل أو تصك على أحد هذه أول واحدة يعني داخل المسجد لقينا تكرم النعل يتصفف عند الباب بشكل وايد مزعج ما يعكس إسلامنا فسوينا حملة اسمها خير زائر قلنا حق الناس أول شيء وقف بعيد خلي نأخذ أجر أكثر وخلي المكان القريب حق كبار السن حق اللي يحتاجون ولا تسكر على الناس. الثانية حطينا في الملصق جربناه داخل المسجد. لقينا اثنين من شباب البنك واحد منهم كان على عكازة والثاني على ويلشير. ما قدر يدش المسجد من تكونكم الحذية هذه. فالحمد لله اليوم السكر هذا وايد ماشي. مثل الحملات هذه مثل هذا الحين ها
هذه معاناة الشايب. شوف شلون هذا الكرسي يوقف عشان تكون موجودي. صح، ما يقدر، ما يقدر يدش. وايد هالأمثلة هذه. فاليوم هذا السكر انتشر وانتشر وايد قوي في الكويت، وهذا الحمد لله يعني انا اعتبره انجاز. افكار منو؟ والله انا ولا تيم مجموعة؟ ما تيم، ما ودي نشوف صوره تيم ويانا الحين نحطهم على الهواء. تيم ما ادري، تيم ما عنده صور حقهم. تيم مجموعة بس كنا انا والمنفذين للاعلان. منفذين للاعلان، مجموعه من المنفذين. فمثل هذه الحملات راح تستمر معنا ان شاء الله بعد رمضان. نعم. هذا المخرج اسمه أليخاندرو اسباني، مخرج عالمي. صورنا معاه اعلان في مصر عن تكبيرات العيد. روحيان يعني، او الروحيه في تكبيرات العيد، شلون الناس تقوم وتستعد والعائله واليمعه، كنا هذا نقصدها معاه. فهو مخرج عالمي وايد مشهور. طبعا هذه الكاميرا مالته. في ما رحت بعيد عن الاعلام يعني، هم في مجال الدور. لا لازم يسحبك هو، لا ارادي. لا ارادي تنجح. هذا اخر صوره ويانا. هذا المخرج مخرج لبناني معروف وايد اسمه شادي يونس. نعم. كنا قاعد نطالع انتاج اعلان السنه هذه. هالسنة صورنا في تركيا الإعلان. ممثلين الأتراك مذهلين يعني، إحنا الناس تقول ليش تروح مثلا تركيا أو مثلا تروح لبنان أو شيء. صحيح. الإعلان كأنه فيلم بدون صوت. ما شاء الله التقنية عالية عندهم. المشاهد هي اللي تحاكي الناس. المشاهد هي اللي الناس تشوفها يعني. إيه مشاهد جميلة. فوق هذا أنت يبي منك توصل رسالة بدون تقصير خلال في المعنى ولا تطويل ممل. فشون توصل رسالة فيها مسج بدون كلام؟ يعني هم الممثلين يوصلون لك المعنى بدون كلام، هذا أصعب شيء. فكانت هالسنة في تركيا، وصراحة الممثلين وايد كانوا على مستوى عالي يعني، مو كان سهلين يعني. حلو، تمام. يمكن أيضا في إعلان خاص للنساء، إعلان نسائي. هو هذا إعلان هالسنة هذا. نبي نتكلم عنه قبل أن نشوفه. هذا الله سلمك، إحنا هالسنة قلنا الشيء اللي نقوده في الكويت هو حسن الظن. ليش عبد الله طالعني بالنظره هذه؟ اكيد ما يحبني. حسن الظن مو موجود. وتهاوشون بعد. اي ليش حصه كرهتني من زمان؟ زين؟ حسن الظن مو موجود. يعني عند الاغلب، ما نقول للكل طبعا. صحيح. فقلنا خلينا نفوكس هالسنه او نركز هالسنه على حسن الظن، انه يا جماعه حسن الظن. هاي الخزني وخزك يعني. خزني وخزك وشنو يبي. ولا الشباب الصغار يعني عندهم هذه الخزه فيها قبايل. اي فيها قبايل. بس احنا قلنا نسائي بعدين قلنا خزني وخزك، فشكل الموضوع عند النساء. احنا هذا الموضوع عند الكل. فقلنا هذه السنة خلنا نسوي حسن الظن. سوينا القصة هذه بين البنات، لأن للأسف يمكن هو أكثر شيء انتشارا عند البنات من الشباب يعني. صحيح. يعني أنت لاحظ موضوع خزني وخزك يعني، الظاهر إيكوال راح يصيرون. عطتك فكرة الحين. لا بس. بتشوفون الإعلان. نشوفه مع بعض. يلا. اللحظة الحلوة ما تتكرر، في الذكرى تبقى ما تتغير. لو صار اللي ممكن يفسدها امسك اعصابك لا تتهور، خلها في بالك دايم وتذكر، لا تحكم على الظاهر وتقرر. تصفى الارواح نعيش اللحظه ونتجاوز كل اللي راح، يكفي لنا الحب وفطرتنا تعشق الافراح. تصفى الأرواح لا تسمح للحظة تتعكر، خل ظنك خير وقلبك أكبر، اللحظة الحلوة ما تتكرر. يمكن قاعد نلاحظ أستاذ أحمد أن الرسائل اللي موجودة داخل الإعلانات مو خاصة بالبنك كلش، غير بنكية. وهذا النهج اللي أخذناه، أنه يبغى يسوي قيمة إيجابية تنشر المجتمع. ما نبي البانكينج ثقيل، دمه ثقيل، واحنا بعد ما عندنا موسيقى، ما عندنا محاذير اسلاميه شوي ما نقدر نجاوزها. صحيح. فبالتالي قمنا نروح نوصل المسج بشكل حلو ولطيف على الاقل الناس تتقبله. هذا الاعلان بتركيا ما في ولا واحد كويتي او عربي، بس كلمات عادل، كلمات سيف فاضل شاعر اماراتي. إيه؟ مشهور. الحان واداء فنان حمود الخضر. واخراج شادي يونس. طبعا اللي معاي في شركه الانتاج باستوب مريم المطيري مشهوره. حرصنا ان كلهم يطلعون بشكل كويتي، فتلقينا احنا نلبسهم قطر عقال، نلبسهم الملافع. تاخذون معاكم من هني من الكويت؟ ناخذ معانا من هني. ايه. وهم عندهم واحده يعني، كل دوله انا شفتها في واحده متخصصه باللبس الخليجي. حلو. بس هي مسكينه اقعدها تحط لك ابره هني وابره مني والعقال يغزونه مسكين يتبهذلون، فاحنا نقول لا يبا خلوه احنا نلبسهم. وهالسنه يمكن مساكين صورنا بيوم واحد، يوم طويل يعني من الساعه 7 الصبح للساعه 12 بالليل.
يعطيكم العافيه. الله يعافيك. فوقت البريك مساكين يخافون تنتلف الملابس. أي. فماكو شيء، يخافون يفسخون، ما يعرفون يلبسونها. يلبسون السفره. كل واحد لابس سفره الاكل وياكل على السفره مسكين، من خوف على الدشداشه هذه. حلو. بس الحمد لله الاعلان نجح، يعني 1,000,000 مشاهد تقريبا في يوتيوب. انتشاره في المحطات وايد زين. انا ودي اسال شنو افضل برايك، الاعلان ينزل على اليوتيوب او على احنا قاعد نشوف هالسنه والعام هبت اليوتيوب، ان الناس تبي تشوف المشاهدات 1,000,000 و2,000,000 كذا. بس انا اعتقد انه ما نستغني عن التلفزيون. يعني تذكرون قبل اول ما طلع بالتلفزيون قالوا الاذاعه ماتت، صحيح. لكن الاذاعه لليوم موجوده، ما زالت موجوده. نفس الشيء لما قالوا يا الانترنت، الصحافه انتهت، الصحافه لليوم موجوده. احنا اليوم قدام قنوات اعلاميه، تلفزيون واذاعه وانترنت، زين. فاحنا نحاول نوصل حق كل قناه، ما نخلي قناه الا نوصل، لان كل قناه لها جمهور، لها شريحه، صح، لها شريحه. فاحنا لازم نستهدف هالشريحه هذه اليوم. مثل ما قال نستهدف يمكن الموضوع الاعلامي وياك استاذ احمد، نبغى حق الموضوع بنكي شوي خاص بالعيادي، ما بقى شيء العيد. ايه انا احس ان بعيادي الجديده اللي فيها ريحه هذه. المشكله وكذي، اذا انت تشتغل بنك يوم العيد بالليل تقول لك نبي عيادي، زين وينكم؟ كنا العيد ما حد يعرف متى راح يصير. الا ليله العيد. احنا اليوم في مجمع الحمراء او الحمراء مول. صحيح. عندنا ماكينه ورانا على طول. قاعد نشوفها هناك موجوده. هي دايركت بوبيان دايركت. هذه اول اي تي ام في الكويت. ترفع التليفون يكلمك موظف فعليا موجود قدامك، مو انسان الي. تحط بطاقتك المدنيه او بطاقه السحب وتقول له ابي عيادي. من الصبح الى ما دام هالمجمع مفتوح وهو موجود. ويعطيك الفئات، تبي دينار، تبي 5، تبي 10، اللي تبي يعطيك اياه. زين غير هني اكيد في كذا مكان. طبعا هذه موجوده باماكن وايد، وبنفس شوي بنفس الوقت فروعنا موجودين، يعني كلهم موجودين فيهم. بس هذه اسهل حق الناس خصوصا اللي يحبون يوم بالليل وكذي. فاحنا طالعين الحين العبد، يلا تعطينا عيادي وناخذ لك وتعطينا. يلا ان شاء الله، ليش لا. ممكن ياخذك البنك من الاعلام والكتابه والصحافه. ما اعتقد. تعرفين الاعلامي يصير بدمه ما يعرف يقعد. أنا يمكن ما أحب أمدح نفسي ولا أقول، بس أمس مسوي مقابلة كاملة مع العم أبو بدر سعد الفرعي الفنان الكبير. نعم. عن مسرحيته الجديدة سويتها عندي في السناب. صورت مقابلة كاملة. إيه. فهذا راح يستمر إن شاء الله. يعطيك العافية، نتمنى لك كل التوفيق وأنت مميز وين ما تكون. الله يسلمك، طيبش طيبش. حياك الله، قواك الله. حاب تضيف شيء في نهاية اللقاء؟ لا بالعكس، أتمنى لكم التوفيق، مشكورين وخوش ما شاء الله، يعني استوديو حلو. مرتب، وايد مرتب. وثنائي جميل. العادة الثنائي في التلفزيون واحدة حق الثانية، الحين قاعد أشوف ما شاء الله في انسجام. الحمد لله. الحين المعلومات البنكية، المعلومات حق بنك بوبيان. نعم، هذا كونتاكتنا على الشاشة. أكيد اللي حاب يتواصل معنا. سناب شات وإنستغرام. لو أي عميل عنده سؤال ممكن يحاكينا من القنوات هذه ونرد عليه إن شاء الله. إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. ونروح فقرة كلام أول مشاهدينا ونردكم إن شاء الله مستكملين باقي فقراتنا في غبقة رمضانية.